السلام عليكم ورجعنا لكم. صحيح الدار مش تقولوا لي عليها تمنيك وكل شيء تمنيك وكيف في بيدي معناها تمنيك ما تسالش معناها أما بصراحة مش بجيكم سيفت فيلا تقولوا لي ملا منظر فيها هي تمشي نقص باش نرجع لكم باش ما تقعدوش تستنى بين بديو ما هذا شنا فيو انا هذي الدهر نافش عليش الحشيش مكسر في بيلي هي دار صغيرة وكذا ما هكا نشوف بيسين مثلا طير حتى اللوطة شفتها بيش كسرتها الساحة كسرتها تلاقي شوية اللعبة اي واحدة نختارها تجي غنكم فتش عليش لغزة دوش اختارها شوف شي وهي عندي على اساس خضراء ذاك ثم ما لا دار بتاع بيت صغيرة ضابط ضابط النو بيت الشتاء بشكلني بتغزل فوق طلقة مش بحر كنا مش بحر بيسين شبيني هنا بيدي على اساس كالتلفزة نكرف بيش نطلع فوق هناك كيف الغزة تعطينا نعرف ما عجبتكمش نعرف في بيدي انا حبيت نبدلكم الكلاس خاطر انا قدمت لكم في ديار تو اما هذا مو مرة الديار تو بتاع الديار بتاع تو هكا راكم فيه انا علاش بنيت احنا حسب رايكم بنيت اش مهم على خاطر وقت نحفر ما نلقاش وين نهبط فمشي تو هذي كي البيت الوطني اكيد كيفاش تبني تو اصبر مثلا نجي نكسرو هذا ويش نحط وين خرجنا على كهف هذه تولد الزومبي ولدوا انا تقولوا انتم كيفاش بقى هذه هكا لا والضربه فيش الكهف هو هذي مسكر معناه ما عندوش منين يخرج اوكي كل بالي تولد واحد معناه هو كهف مسكر ما عرفش منين يخرج اصلا بيعمل اللي ندخلنا لحظة تبوش لي من ندخلنا هنا انا ندخلنا من هنا بوي وانا كبش مش تلاو ذكاء تياش كيفش تحت بيها معنا لو محفرت حتى مرة هنا هذي وقتها تكسرت لي عملت فيها كعبة وقرارة ما قصات الشراب ما انا انت وزهرك مثلا يجي نمشي هنا قايد مش بتقولوش راهو حفرة ولا حاجة
او قال لي حب على البلاي ولا حاجه. صبر الله لي حب على البلاي ولا حكايه. وكا عندي برشا لعب كنت حب نوريكو فيديو اساميهم اسامي اللعب في تبدو كده. شو هنا ما رجع انا ماذا بينا رجع اخذ حسبر مش نضيع نضيع الدار. ايه البقى تخوف مش تخرج قبل شو بتقولوش راهو انا نكذب هنا ليش تم الضوء كلك شو تم الغد بيه ترى دي لحظة زيتون هاتو مش تس تطلع شوية بهذه هي المهم الدار اللي عجبتو عرفش هذا بتاع كلاس كلاس يبوي